صدق البرلمان العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في 12 من مايو المقبل بعد أن قضت المحكمة الاتحادية في العراق بعدم جواز تغيير موعد الانتخابات. لا لا مكانك. بعد خلافات وشجار وصل حد العراك بالأيدي داخل أروقة مجلس النواب العراقي، صادق البرلمان أخيرا على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر بحلول 12 من مايو المقبل. مشاهد العراق بين نواب البرلمان العراقي التي اعتادت نقلها وسائل الإعلام باتت ربما سمة مميزة للكثير من الجلسات الأخيرة، حيث يرفض نواب المحافظات السنية ممثلين في تحالف القوى العراقية إجراء الانتخابات في موعدها بسبب نزوح مئات الآلاف عن منازلهم، فيما يصر نواب الوسط والجنوب ممثلين في التحالف الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان على إجراء هذا الاستحقاق في موعده. رئاسة البرلمان العراقي كانت قد تسلمت طلبا موقعا من 144 نائبا من أصل 328 لتأجيل موعد الانتخابات بسبب عدم استقرار المحافظات المحررة من تنظيم داعش وبقايا أكثر من 2.5 مليون نازح بعيدا عن ديارهم، إلا أن المحكمة الاتحادية قضت بعدم جواز تغيير موعد الانتخابات. البرلمان العراقي أصدر قرارا يتضمن 8 نقاط لإلزام الحكومة بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، كان أهمها توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين لمناطقهم، وألا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة، بالإضافة إلى زيادة أعداد المراقبين المحليين والأمميين للقيام بالإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الواسعة في انتخابات حرة نزيهة. محللون يؤكدون أن المعضلة القانونية والدستورية التي تواجه تحديد موعد الانتخابات البرلمانية وصلاحيات من يحدد الموعد الجديد لم تكن الأولى، حيث طالما شهد العراق خلافات حول تحديد موعد الانتخابات وعلى رأسها المحلية والبرلمانية. إصرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وتحالفه على إجراء الانتخابات في موعدها وخاصة بعد انتصاره على تنظيم داعش الإرهابي أشبه بالطرق على الحديد الساخن، فهل يحصل تحالفه على أعلى نسب التصويت أم أن للشعب العراقي رأيا آخر؟